كم هي شهية أخبار القديسين، وكم هي عطرة ومباركة زيارة أديرتهم. واليوم نحن في إحدى جولاتنا القبطية، نجد أنفسنا في منطقة تسمى براري بالقاص، تابعة لمحافظة الدقهلية، والتي تبعد 160 كيلومتر من القاهرة. نجد أنفسنا في منطقة مباركة زارتها العائلة المقدسة وهي قادمة من بلدة سمنود، واستقرت بها مدة غير محدودة من الزمن، ولا توجد بها آثار باقية من مرور هذه الرحلة. إننا اليوم في دير القديسة العفيفة الشهيدة دميانا، ففي نهاية القرن الثالث الميلادي وأوائل القرن الرابع الميلادي، في عصر الإمبراطور الروماني دقلديانوس، وطبقاً للتقليد الأرثوذكسي، عاشت في هذا المكان فتاة مسيحية تدعى دميانا، وهي ابنة لرجل يدعى ماركوس، كان والياً على بلدة البرولوس، وطلبت منه ابنته بناء مسكن لها للعبادة، إذ إنها ترفض الزواج كلية، فبنى لها والدها قصراً فخماً مكثت فيه للعبادة مع 40 عذراء، ومن ثم كان ذلك نواة لرهبنة الفتيات.